رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح يقول في تصريح ليه فما ناس حكمت البلاد هذه سرقونا ونهبونا وسرقوا الخزينة العامة متاع البلاد، ويقول أيضا أنه البلدان اللي أعطتنا هبات جاتنا برشا راهو هبات من الخارج طيلة سنوات عديدة. الهبات هذه يأكد رئيس الجمهورية أنها ما دخلتش للبلاد على خاطرها مشيت طول لحساباتهم في الخارج. شنو رأيك؟ والله ايش نقول لك، هو ما نصورش كأنه كلامه من فراغ، لأنه رئيس الجمهورية وقت اللي يفيق الصباح ويبدأ باش يخدم خدمته في وظيفته كرئيس جمهورية، التقارير متاع المخابرات العسكرية والأمنية الكل وكل ما هو معناها تقارير أمنية تجي تابلو دبور قدامه. ما نصورش كانوا رئيس جمهورية باش يحكي من الفراغ، هذه الأولى. ثاني حاجة، من 2011 لتوا الناس اللي حكمت الائتلاف هذاك متاع ترويكا وعلى رأسهم حركة النهضة خلقت نوع من الهشاشة بالنسبة للتركيب، معناها بالنسبة للدولة ومؤسساتها، وغرقت البلاد بجمعيات اللي هي تمويلاتها مشبوهة، وعملت اكسبري باش تخلي ما فماش يعني حتى جهاز امن الدولة حلوه، معناه فعملوا كل شيء باش يولي كما قولها يختلط الحبل بالنابل ويمشي الماء على البطيخ للراجل. دونك ما تستغربش انه تمويلات، ياما تمويلات وتمويلات، وكل مرة الناس تحكي على الجمعيات اللي ماهيش مراقبة والهيئات اللي حطوا فيها متاعهم وتمكنوا منها، لا لي شيء باش يتمكنوا من مفاصل الدولة هذه. راهو اسمعني، من 2011 لتوا ونحن نعانيوا فيه، وراهو كل ما يجي واحد يسألهم ولا يحججهم ولا يحب يحاسبهم سواء كمسؤولية أخلاقية ولا سياسية ولا قانونية، يقول لك نحن ماشنا نحن نحكموا، هم يحكموا من وراء الستار. ولكن يقول لك هوكا الشيء مفرط بيننا بين نداء تونس بين تحية تونس بين تراشنوة، كيما يتفرق الدم بين القبائل. هذاك اش عمل وهذاك اش عمل الراجل غنوش؟ احنا نقصنا رئيس جمهورية يلزموا يتصرف، الناس هذوم الكل يلزمهم إقامة جبرية ياسر فاهم، يلزم السجون، يلزم إيقاف الناس هذيا. عندك الهيبات، أول عرض بتاع الهيبات هو نسيب الغنوشي أول ما خذا المليار. يعني احنا عندنا هيبات، عندنا نهب أموال تونس وعندنا فلوس بن علي. هوك ياك الموضوع هذا، وين كان راخذ؟ كان عنده وزير خارجيه، الخارجيه نتاعو وين كان راخذ؟ وين كانوا مشاو؟ رئيس دوله وين كان؟ وعنده وزير داخليه وين هو؟ رئيس حكومه نتاعو وين هو؟ 10 من قيس سعيد و10 من بن علي و10 من القذافي. وشوف تونس نظاف من الصراخ ولا ما تنظفش؟ واحد ما ينجم عنده ما يعملهم، توا ما قداش عندهم 25 جويلية توا، وين الدوسيات؟ شكون حكموا عليهم؟ شكون نزلهم الحبس؟ شكون وقفوهم؟ شكون عاملوا لهم؟ وين هما؟ نسمع كل يوم اخبار الصراخ وشدوا وعملوا ودنوا، يوروهم لنا غرابوا نشوفوهم، ورونا اساميهم، ورونا عباد اللي حكموا عليهم. رئيس الدوله عودنا منذ ان اتى، يعني منذ سنتين تقريبا، عودنا بالغموض والكلام المبهم والاتهامات الموجهه الى اشباح. ولذلك انا لا استطيع ان اعلق على هذا القول الذي قاله، لأنه في موقعه قادر أن يقول فلان وفلان نهبوا المال الذي منحوه إياه، أما أن يتكلم بلغة مبهمة فأنا لا أعتد بهذا الكلام، بل لا أعيره اهتماما. مؤخرا هو فقال تصريح، من عرش كان سمعته وإلا لا، صحيح كان يحكي بلغة ضبابية وما يسميش في الأسماء، لكن مؤخرا عند تقريبا أسبوع ونصف التالي رئيس الجمهورية سماهم وقال الأحزاب الإسلامية. لا، هذا يتعلق بفكرة الاغتيال. عندما وجه الاتهام يعني. إيه ثم أحزاب عديدة إسلامية باهي، ونحن توجهنا إسلامي، ثم حزب التحرير. لا، مش حزب التحرير، فمش حزب التحرير في البرلمان التونسي المجمد، غير ممثل برلمانيا. أي مش ممثل، غير ممثل، أي شيء طبيعي، غير ممثل، ولكن مثلا التهمة نجم تتوجه له. يعني عندنا ثلاثة فلوس معلقين، هبات، فلوس الدولة اللي تسرقت في العشر سنين هذوما، وعندنا فلوس بن علي المصادرة. يعني عندنا ثلاثة سؤالات الفلوس بتاعهم البرة.
فهمني فلوس المخلوع المصادره فات عليها 10 سنين بالتمام والكمال على تجميدها يعني في البنوك الخارجيه ومصيرها مازال مجهول لحد الان. مش مجهول، مصيرها خذوهم حطوهم في جيوبهم وقالوا البنوك اسكتوا. تم استرجاعها في الخفاء لكن للنهضه رجعت، لكن هذوما قاعدوا مغامين ما كانوش يتصوروا باش يجي نهار وتنحوا على السلطه. يعني هالفلوس هذه عمدا معناها بفعل فاعل كما عملوا في تونس شمتوا في تونس، هذه فلوس بن علي هزها باش نحطوها في جيوبنا ونزيدوا ناخذوا فلوس جدد ونزيدوا ناخذوا الهيبات. يعني راك تتعامل مع عصابه ماكش تتعاملي مع انسان لهي بالدوله. بلاد وليت بلاش مالي، هذاك علاش صارت المبادره نتاع 25 جويليه. خلي يا خويا كل واحد يفهم قدره، خاطر من الاخر يعني كمواطن تونسي شنو ربحت في 2011؟ مقدره الشرائيه نتاعي مشات، تحس روحك شنيه الحريه والديمقراطيه ذي مغشوشه، فرغوها من مضمونها. عاد وقت اللي تولي كيان دوله الكل مهدد بالسقوط، يظهر لي من حقنا انه نتلهاو ببلادنا وبدولتنا، ومن بعد تنحكيو في برلمان ونحكيو في حريه ونحكيو في ديمقراطيه، مش هذه الحريه والديمقراطيه اللي لوجوا عليها راهو. حاشتنا بكرامه الانسان تو. اعطينا انسان يعيش بكرامته ويعيش بقدره وترجع له مقدره الشرائيه نتاعه ويرجع يحس روحه امن ساعة، وإجا نفسروا لبعضنا شنية الحرية وشنية الديمقراطية. ما نجيوش المواطن جائع ونحدثوه على الحرية والديمقراطية. حاجة أخرى، قال لك ديمقراطية وحرية وحرية التعبير، هاو من 2011 وما يطلعوا حر ويحكيوا، غيروا شي حاجة، ما تنجم تغير حتى شيء مع منظومة سياسية، يعني نظام سياسي خارب، نظام سياسي يخدم فئة معينة، ولا ديكتاتورية البرلمان. ما هو يحبوا يقولوا يحكيوا هذه ديكتاتورية البرلمان، عاد يزي منها ديكتاتورية البرلمان. ديكتاتورية البرلمان اللي يحكموا فيه كمشة من قال الراجل خليني ما نحبش نسمي الكلمة، شنو مستواهم اللي قاعدوا في البرلمان؟ ما عدا البعض باندية، ضرب، كلام ما يليقش، وهو عامل وذن لهنا مش ما يحبش يحكم ولا ما ينجمش يحكي معاهم، بالعاني حاطتهم باش هما يوليوا مجموعة من الباندية، واحد هما اللي يحكموا في البرلمان. عاد بلاش بيا البرلمان اللي يحكيوا لي عليه، فهمني؟ وبالنسبة لتو هكا غيروا في خطابهم ولا عاجبوا قيس وماذا به يتعامل معاه، لا خويا، واحد كيما راجل الغنوشي راه ما فيش ثقة لا هو لا الملة نتاعو. رئيس الجمهورية عمل 25 جويلة صحيح، لكن ما تممش، يزمو يتمم إيقاف من الغنوشي إلى كل ما هو في النهضة السلطة أصحاب القرار الكلهم في السجن. فيما يخص الإيقاف والسجن وما إلى ذلك، رئيس الجمهورية قالك أنا أستاذ قانون دستوري لا أتدخل في القضاء وسأترك يعني التحقيق والقضاء يأخذ مجراه، أنا ما نحط حتى حد في الحبس. إيه لكن إحنا كلها خونة، إحنا المشكلة ما عادش عندنا ثقة في القضاة. القضاة منهارة. الرئيس مش الكل. لا إيه ماشي الكل، نسبة قليلة مش موجود مش تخدم توا، الناس الشرفاء ما مش يخدموا. عندنا مشكلة توا، رئيس الجمهورية يلزمه يفهم حاجة اللي راهو قاعد يخلي لهم في الوقت، خاطر ثم الفعل ورد الفعل. ما تصورش هالناس هذوما بعد 10 سنين باش يسكتوا ويخليوا تونس ويمشوا. هذوما آخر ورقة عندهم حرقان البلاد. آخر ورقة عندهم حرقان البلاد. الله لا يقدر إن شاء الله. هذا الله لا يقدر، لكن هذه هي أفكارهم. هذه تونس هذه من نمت عروسية، ما قالوا لك العام رفيق بوشلاكة سارخ مليارات من الصين وما الصين. ليه ونهوش ما حكموش عليه؟ 10 سنين ما شدوش عليه حتى شيء توا. او غيره واللي عنده القهوه واللي عنده الريستورانات واللي عنده البورتمانات وعنده العمارات كلها منين جا من اين لك هذا؟ مين ما يقولوا من اين لك هذا في قناه تونس؟ اي وين هم؟ هم وين هم؟ هم وين هم؟ هم تونس؟ وين رئيس دوله وين كان راقد؟ يعطيني اللي شديته انت من 25 جويليه وين هم؟ اعطيني شنو عملت عليهم؟ شنو حكمت عليهم؟ الزيت ما خرجوه في نهارين هاو عادوا قطعوه هاك سبوا فيه في الدم سبوا 20 لتر يبيعوا ب 10 لترات يبيعوا ب 30000 بلاد نتاع عصابات بلاد نتاع عصابات بلاد الزوالي حقروهم شارع روحهم بلاد تاع ناس راس مالية ما نجم عندهم يعمل لهم وما نجمش يحاربهم لأن منظومة كاملة سيستم كامل يخدم مع بعضه قد باش يبدل قد باش يغير قد باش يعمل ما عنده ما يوصل هذه بلاد مبنية على راس كلب بلاد بتاع السراق بلاد كلهم على بعضهم حاشا ما يستاهلش شنو ياخذ في 3 ملايين تلقى عنده فيلا ب 3 مليارات منين جابهم شنو عنده كهرباء ب 100 مليون منين جابها شنو هذا كله منين هذا ايه نشير بورتمانات وسواني بن عروس من القوه وميقرين ومرناقيه منين جابوها هذا؟ اخي كان في الحبس خلاص ولد عنده مليارات عنده وتله وفلوس منين جابها؟ ولد عنده مكازينات وحوانت منين جابوها؟ تو في اخر رئيس ثم سراق ثم فساد ما دعاك ان تبقى في الابهام؟
فأنت رأس رئيس دولة لك سلطة وأصبحت لك سلطة مطلقة كما أنت أردت. أصبحت لك سلطة مطلقة كما أنت أردت خلافا للدستور وخلافا لمبادئ الثورة إلى غير ذلك، ولكن هذا كله وأنت تبقى في الغموض باستمرار. من تخاطب؟ هل تخاطب ملائكة باش يفهموك على الرمش؟ هذا يا شعب، هذا شعب فيه الأم وفيه الجاهل وفيه المثقف وفيه المثقف ما يحبش يفهموا. فهمت ولا لا؟ لماذا لا نتحدث وأنت صاحب السلطة المطلقة؟ لماذا لا تضع النقاط على الحروف وتفضل نقول لك بارك الله فيك إن أنت توصلت إلى هؤلاء الفاسدين أو الناهبين أو السارقين أو الخائنين أو سمي ما شئت. لا يفكروا لا في اقتصاد لا في دولة، الناس تروح الأربعة، شدوا في الكورونا وكبشوا قتلوا ناس، الأكسجين ما ثماش، يعني منين الدور تلقى ناس هذوما يحبوا يقتلوا الشعب التونسي، يحبوا يردونا كما أفغانستان، شعب مهمش يجري في جر الطيارة. هذا اللي جا الأمريكان اللي جاوا الخلانين القايس سعيد، اللي جاوا القايس سعيد من بعد مشاو لأفغانستان، باش تفهمي احنا راهو يقارنوا فينا بأفغانستان.